يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مما لحظ في هذا الوقت الصدقة عند القبور بتوزيع المياه، فما حكم مثل هذا العمل وفقكم الله؟ والله هذا مبدأ ما هو طيب يا أخي، يتدرج هذا من الماء إلى الطعام إلى النقود إلى هذا، يجب سده، هذا الباب يجب سده، ومن احتاج إلى الماء يطلع ويشرب الحمد لله، يروح لأهله ولا يشرب من المسجد ولا من البرادات اللي في الشوارع. نعم، لأنه أن يكفي أنه شيع الجنازة إلى أن وصلت إلى قبرها، يكفي هذا. نعم. وكذلك يقول حفظك الله، تتم إنارة الطريق الذي في وسط المقبرة. والله هذا لا يجوز ولا ينبغي، هذا ينبغي أن يمنع. وإذا جاءوا بجنازة في الليل يجيبون معهم إضاءة، يجيبون معهم كشاف، يجيبون معهم كشاف قدر حاجتهم. نعم.